سنة كيف كيف. شو رأيك في التوجه هذا سيدي إذا متاع خاصة الاعتماد على الشبان في التحكيم ومبدلوا الوجوه؟ c'est une question de mentalité. أنا ما نمنش حكاية هذه، ما نمنش حكمها بتقصدا بشي خسرك، ما نمنش تحكي هذه، ما تدخليش في مخي. الأغلاط موجودة في كرة القدم، العالم الكل. نعاود نرجع لك لي دو بوت لي ماركات من كلوب افريكان بالنسبة لنا نتفرج فيهم ما همش رجوع. انت سيدي ذا ماكش مختص، اما اللي مختص في التحكيم ما تعديش عليه بوتوتشي مشاكل بشوية بشوية بشوية، فهمني منيح. وقت الماتش ما تفيقش بها وانت تتفرج، يعني كيما الاربيتر، لكن لما يتعاود ويحطوا لك خط ويوريوك لكن سيري ذا شنو فرق ما بين اربيتر واربيتر وجوار وجوار؟ لا معناتها نقول لك، انا اكد لك فما كان جاء انترناسيونال في البلاصه هذيك راهو عادل لك مهما كان اسمه. يا هذا نحب نفسر لك حاجه، راهو الاربيتر يغلط ماهوش قاصد اللي نحب نقوله انا، لكن وين المشكله؟ وقت اللي تصير غلطه وتخسر ليكيب تشنع على برا، يولي الحكم ما عادش عنده ثقه في نفسه ولي يزفر ويرعب. تعرف الترجي كانت عاملة مزية كبيرة على التحكيم التونسي، هذا نحكي لك سنين الله. الترجي كانت البطولة تبدأ من اللي تبدأ موجودة صحيح عند الترجي تقل التونسيون. السنة الحقيقة علاش قلت أنا عام صحيح عاملة مزية، هذا كلام عاملة مزية الترجي وقت اللي تورب ينقص الضغط على الحكام، ما ينقص حتى شيء. كانت قبل الجمعية الوحيدة عاملة ضغط على الحكام هي بن قردان، بن قردان راهو الحكام مشيت بن قردان تبدا صعيب. سلام نحب نقول لك حاجه، نتمنى باش يتقص الموضوع هذايا، وانه وقت اللي يولي بالمجد الاربيتر قاصد اعطيني لي بروف، الحكم يلزمه يتعاقب ويتفضح. اما والله الحكم لا يتفضح، لا نحب نفهم حاجه برك يا سيدي، يتفضح كان فما سونيه مختار كان فما سونيه يتفضح، اما حسنيه الحقيقه لابد. انا احكي لك على السونيه، معناتها اذا فما سونيه وانت كمسؤول عن التحكيم متاكد منها يلزم الحكم هذا يتحاسب. لا تعرف وين المشكله توا في لجنه التحكيم؟ توا شفت المشاكل اللي صايره هذا كله، ولا واحد برا شدوه خلوني اعرف. سمعت شي واحد خرج يتكلم ديما الاتهامات اتهامات اتهامات، ما فهمتش شكون مدينا من المشرف العام، المهم استنى شي يخرج يتكلم. يتكلم برك الله برك الله لازمو يخرج ويفسر الراي العام المشكله هذه. هاي الحكايه وانا نبهنا على الاربيتر شنو باش تعملوا معاها، وخرجت فيسبوك نتاعو مش الفيسبوك نتاعو الاصلاني موجوده كذا، اخرج خويا وضح للراي العام. بلي جوست حاجه برك اسلام، الدنيا كليت بعضها على ماتش الكلوب والعمران، اهداف يا اخويا اهداف ما تسجلوا ورجو. اليوم حكم شاب كي ما نعطيوش الفرصه وباش يغلط، هما اسمع هما برشا ربيتراجات بالخبره نتاعهم وغلطوا. اليوم حكم شاب في بدايه موسم ما غير فار، معناتها من اسمع من من ما نقصوش من ميريت لعديت العمران، على المجمل النادي الافريقي قدمت مباراه طيبه، جابوا ورجو صريف صحيح ريناهم ورجو دقيقه بربي ما تخصوش على الكلام يا اخي، بدايه موسم هاو مازالوا باش يجيو الاغلاط. يعني فما جمعيات هزت تترويت بالاربيتر على بداية موسم، اليوم نحكيو عن النادي الافريقي زوز هداف ورجو يا سيدي ساري، شكونوا من جمعيات هزوا بالاربيتر؟ برشا جمعيات سمينا سمينا اليوم على بروفة. اليوم على بداية موسم وليتوا تحكيو بوتورجو مازال تلعب ومازال الماتشات باش بيك باش تغشش من كلامه هو معاك شنو نحكي من فضلك مات هو معاك اليوم باش ننزلوا على حكم شاب خاطر غلط وماتش ما غير فار بشوية شوف جمعيات هزت ترويت احنا اسمعني كلمك الكلام هذا ريتو سورتو احنا المسؤولين الجمهور يسمع فيك. اي بيان سور هي قامت القيم على صوت بوتو خليك نجاوبو انا هاللبانه هذيا نسمعوا فيها من سنوات، ولا مره شدونا اربيتر ربح الجمعيه اللي تهز في الشامبيونه بادله. هي تعطيني لا هو ما حكاش على الشامبيون من فضلك عايش من فضلك يا ماتر ما تاخوش الديفونس تاع واحد وتغلط في الناس. اسمعني يا مروان خلي كمل تنقل هالكلام اللي تقول فيه مش لصالح الكوره يودي بيان ميزيل اش احكي لك ماهوش لصالح الكوره انا قلت لك يا سيدي لا حكي يا ولدي مع مروان من فضلك عايش من فضلك عايش تكلم بعداش كمل الكلام اللي يخرج من فمك يا سي كمال ماضي ساعه نتكلم يا سي كمال الكلام اللي يخرج من فمك
راهو يؤثر على الجماهير. دقيقه خلينا. وانت يا سي مروان الكلام اللي تقول فيه هذايا هذه لبانه نسمعوا فيها. هذه لبانه نسمعوا فيها. حسيتها الكلام هذا. يا ولدي ما تدافعوش على حكم شاب. يا ولدي الحكم الشاب ودبوش. بداية موسم انا مع الاربيتر. ولا غير فار. انا مع الاربيتر. اليوم نحاسبوا فيه ولا نحاسبوا فيه. بشويه بشويه. خليك بداية بسرعه. شو الوقت سي رضا؟ اعطيني ادله. شوف الوقت يا سي رضا. اعطيني ادله. هالجمعيه تهز في تيتروات. يا ولدي شكون حكاها؟ شكون قالك؟ انا قلت فما جمعيه. اليوم نحكيو على بدايه موسم واضح مروان واضح مروان اش بيك تغششت حسيت بيش ما تتكلمش كلام هذا علاش قاعد تجيش في الشارع انت فاش نجيش انت نوعيه اللي جاي تسالي علي بيه قالوا بلا واحد نحكي على الزربيت تحكم على الاربيتر شيف في الاول ماتش هاي الكلوب ماركيتور شو بدايه موسم واضح 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 سي رضا واضح مروان تفضل استاذ سي رضا ما فهمتش علاش تشنج توا احنا نحكيو في المطلق احنا انا لا سيدة خليك لا 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 سامحني تم كلام مؤثر تم كلام مؤثر لا ما تحتكرش في الكاميرا من فضلك ما تحتكرش في الشارع لا 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 ما تحتكرش الكلام ولاد 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 ما تحتكرش الكلام استاذ ما تجيش الشارع الرياضي استاذ استاذ سيدة ما تحتكرش الكلام من فضلكم من فضلكم من فضلكم نسمعوا بعضنا من فضلكم هاي نخرجوا خلي واحد يحكي وحده لا سيدة انا من فمك سيدة تكلمت سي بون خلي خلي عبر ما تخش عليه من فضلك هاي بدنا نسمع بعضنا راهو لعبت سي كامل خلينا نتكلم راهو لعبت تسمع فينا وكنت نتكلم نكون مع بعضنا راهو ما يسمعنا حتى حد كلمت سي رضا تكلم مروان خلي الاستاذ يكمل فكرته ما نقصوش ما نقصوش على بعضنا يهديك. الكلام اللي قاله مروان ما فيه حتى عيب وكلام منطقي شنو قال هو قال ثم جمعيات هزوا تيتروات باخطاء تحكيميه وهذا صار كوبات بطولات ثم عباد هبطت باخطاء تحكيميه هذا صار علاش التشنج هو بيدو سي رضا كان يحكي قال الحكم يغلط ايوه يغلط معناتها الحكم حسب سي رضا يغلط في مباريات ما همش في البطوله اما كيف البطوله ما عادش يغلط كلام غير منطقي الحكام غلطوا وما ثم حتى تجيش صحيح ما ثم حتى تجيش تجيش ما ثم حتى من فضلك خليني نتكلم من فضلك خليني نتكلم انت زاد ما لا تسحب كلامك وقت تقول ان الحكام يغلطوا يغلط حكم يغلط يغلط معناتها يلزم احنا صدق الله العظيم سي رضا البوراوي قال راهو الحكام يغلط اما ما يغلطوش في مباريات نتاع بطوله لا ما يغلطوش بقصد ما قالش قصد شكون حكي واش بدا القصد لا انت قاعد مش بد حد قصد لا قاعد انا انت باش توريني انت مروان ايش حبي يقول ولا ندخل في افكار ولا كمل زاده معاه نبي الله نبي الله نبي الله نبي الله رضا البوراوي لا خل نكمل فكرتي نبي الله رضا البوراوي أصبح يقرأ في الأفكار ويقرأ في النوايا وقال لك أنت باش توريني لا يا سي رضا أنا نحكيو في المطلق من فضلك يعيش من فضلك سي رضا من فضلك أنت من فضلك هاك أنت طلعت الجيش أنت البارحة من عركة واليوم جاي لهنا باش يا سي رضا يا سي رضا هاك أنت طلعت الجيش وقاعد تقول فينا في اللي ما قلناهش ومش أنتم تقول الإسلام مش أنت باش تفهمني شنو يقصد لا اخويا نقصدوا اللي الحكام يغلطوا ليفربول مره حرمها ليفربول حرمها اربيتر من الشامبيون ما سافريش بلانتي غلط ساري انت عدي الموضوع هاي تعرف كل لك حاجه النادي الافريقي بطل هذا الموسم باش نرجعوا لدي جورني الاولانيين انت كمكشخ باش تقول راه النادي الافريقي خذيت زبونتوي تورجو وخذيت احتراز بنجردين وخذيت بلنتي كونت ليتوال غالطه وخذيت حمراء الاسبيرونس حمراء وماشي بلاصتها هذا صايره في البطولات الكل لكن نعطيك اكثر من هكاين كنا قبل انت سي رضا يمكن كنت متغرب ما كنتش في تونس هنا راهو كي نحكيو على على بطولات راهو كانت الدوله تسير في البلاد منا كنا في عهد ديكتاتوريه وتقول لك السنه بطوله فلانه وسنه بطوله فلان وسنه بطوله فلان معناها انت اذا كان سي رضا تحب تجي توا ترد لنا تونس حاجه نحكي مش نحكي على التراجي سيدي يمكن مروان ما جبتش التراجي التراجي ممكن هي هزت تيتروات برشا بطولات اللي تهزوا الكل بالمتاع والتعامل للإتوال للنادي الافريقي للتراجي للسياسيسك العام تاع الدوبلي للدوبلي تاع السياسيس وقتها برا شوف مسؤولين الدوله شنو معناها نحكي على الجمعيات الكبار مالورسمو هذيك كورتنا هذوك مسؤولينا هذوك جواراتنا هذاك التيرانات نتاعنا مالورسمو تيران كيما ترى تيرانات اللي بيصلوا فيهم التراجي نلا حد في قربه وتجي تحكي لي تو انت على بطوله وعلى حكام ومن بعد شكون يمشي ضحيه اللي تحكيوا عليه برشا هيثم الترابلسي باش يزفر ماتش الترجي اكد لك تتفرج في الاربيتر هذا وليد جون توتشي خليه انت سي رضا وباش يعطي حق لسبيرونس وما عنده حتى مزيه خاطر الترجي اكبر من جميع الحكام هذا 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 انت